فالمؤمن قيامه بالليل، ها هو رمضان قد أقبل، شهر الصيام، شهر القيام، شهر العطايا، شهر البذل. إن كنا حقيقة نحب رمضان فلنستعد لرمضان قبل دخوله. وأنا أقول استعد لرمضان قبل دخوله ليس بالطعام والشراب كما يصنع كثير من الناس، لكن من الآن وطن نفسك على قراءة القرآن وقيام الليل. من هديه صلى الله عليه وسلم في شعبان أنه كان يكثر من الصيام استعدادا لاستقبال رمضان، كان يكثر من الصيام في شعبان كما تقول أم المؤمنين: ما رأيته يتم صيام شهر كشعبان، غير رمضان كشعبان، لكثرة ما كان يصوم في شعبان. إلا لغفلة الناس، إلا لغفلة الناس عن هذا، عن هذا الشهر العظيم وما فيه من الأجر، من الأجر الكريم، وأن أعمال العباد تعرض على الله في هذا الشهر، وأن أعمال العباد تعرض على الله في هذا الشهر. فاتقوا الله عباد الله، واستعدوا للقاء رمضان قبل أن يدخل رمضان. أما ترون أننا قبيل رمضان دائما نمني أنفسنا بصيام وقيام وختمات للقرآن، فإذا دخل الشهر فشلت هذه المخططات؟ السبب أننا نريد أن نلزم أنفسنا بأشياء ما تعودناها قبل رمضان. أين نحن عن أولئك الذي كان العام ومدار العام صيام؟ أين نحن عن أولئك الذين كانوا لا يتخلفون عن القيام؟ فاستعدوا للقاء رمضان قبل دخول رمضان. ومما يجب التنبيه عليه من كان عليه أيام من رمضان الماضي، فالبدار البدار، المسارعة المسارعة إلى قضاء هذه الأيام قبل أن يحل عليه رمضان. فإن تكاسل وتهاون، فإن تكاسل وتهاون فوجب عليه القضاء بعد رمضان مع الإطعام، مع الإثم بالتأخير بدون سبب. فسارعوا إلى قضاء